اتمنى يا شباب اللي بيطلع البحر مناطق نظيفه زي كذا، نظيفه ولا ما هي نظيفه، حتى يعني تطلع اي محل كيس زباله وانت بكرامه تاخذه معك وتجمع الاغراض وراك. ايش المشكله؟ ايش اللي يضرك؟ ما بيضرك شيء، خلي المحل افضل من اول. اللهم لك الحمد. شوف المحل كيف هو، ما ينقص فيه والله، ما ينقص فيه منكم ولا تاخذ وقت.